ربنا صوت يعزك. الناس. انا فاكر ان انت كنت اول اعلامي في مصر لما كنت رئيس تحرير لمجله الاذاعه والتلفزيون، وعملت مع حوار مع صديقنا تحية. ايمن الحكيمي. ايوه برافو عليك، بالظبط بالظبط. وكنت كل فتره للتانيه كنت بتطلعه في وقت ما كانتش الميديا سائله فيه. صحيح بص، انا في 2009 حكى لي عن هذا البطل العظيم وبطولته من الله يرحمه اللي هو عمر سليمان. وفضلت ادور عليه وطلبت نمرته من كذا من مره. اللي هو عمر سليمان قال اتكلم، كان بيتكلم عنه. اتكلم عنه طبعا، اقامه عسكريه كبيره، هو اللي عمل لنا فكره النصر. المهم بعد كده في بدايه في 2012 في بدايتها كان في حفله، وكان صديقي اسمه حسين برعي. حسين قال لي يا صمويل انا عايز اكرم اثنين. قلت له مين هم؟ قال لي صاحب خط بارليف والتاني الطيار اللي عبر بالطياره لاول مره. صحيح. ما كانش الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. قلت له مين؟ قال لي لا، اللي هو عكاشه، اللي هو العميد خالد عكاشه الخبير الامني. صحيح صحيح صحيح. انا استضفت اللي هو عكاشه، وبرضه من الناس اللي اغمض حقهم، والحقيقه برضه